في دير بلانكشتتن بجنوب ألمانيا، حيث أريد أن أخذ قسطاً من الراحة. أفعل هذا تماشياً مع هذا التوجه المتنامي بالبحث عن الهدوء والهروب من الضغوط النفسية خلف أسوار الأديرة. يعيش في هذا الدير 17 راهباً من طائفة الكاثوليك البنديكت، لم أرى منهم واحداً حتى الآن. عند بوابة الدير لم يستقبلني أحد الرهبان، ولكن الراهبة كونرادا التي أوضحت لي عدم وجود أعداد كافية من الرهبان لأداء جميع المهام، ولذا فقد كلفت هي بمهمة مرافقة الزوار، وسألتها بدوري عما ينبغي علي عمله خلال فترة استرخائي بالدير. أوصيك بأن تبدأي رحلة الراحة من الآن، وإذا شعرت بأنك تنعمين بكثير من الهدوء وفكرت مليا في نفسك، فأمامك متسع من الوقت للسمو بروحك والخروج بالنفس من أغوارها العميقة. لقد عمدت بروتستانتية، ولكني لا أعتبر نفسي متدينة، فمعظم أتباع الكنائس في ألمانيا ليسوا بالضرورة من المتدينين. الوصول للراحة لن يأتي بالضغط على زر، فأنا أريد أن أتعرف أولاً على المكان، وأتوجه إلى مزرعة الدير الواقعة خارج نطاق الدير ويديرها الأخ ريشارد. لقد تخيلت مزرعة الدير كمكان أكثر رومانسية، ولكن أين الأخ ريشارد؟ هذا هو بالتأكيد، ولكنني أعترف بأن الراهبة لا يتطابق مع الصورة المرسومة في ذهني عن الرهبان. والحقيقة أن منظر نظام التوجيه الإلكتروني لماكينة تنظيف الحبوب لا يهمني، وكنت أفضل أن أرى خنازير صغيرة لطيفة. إذن لنرى الخنازير. مزرعة الدير مزرعة عضوية، ولذا فإن الخنازير لها مكان أوسع مقارنة بالحظائر التقليدية حسب ما أوضح لي الأخ ريشارد، ولهذا تبدو الخنازير في وضع أفضل. عندما تكون الحيوانات في حالة جيدة أكون أنا أيضا بحالة طيبة. في لحظة ما شعرت وكأني أعيق الأخ ريشارد عن عمله. تريدين معرفة شيء آخر؟ كان بودي أن أتحدث معك لفترة قصيرة، ولكن لقد كنت أتخيل حياة الراهب اليومية أكثر هدوءاً وتأملاً. القوة نحصل عليها من مكان آخر حتى نتمكن من التغلب على مشاكل الحياة اليومية، ولذا من المهم أن نستمد القوة من الرب في الصباح. ولكن إذا بدأ العمل فها أنت ترين كم صعبة هي الأمور. يتوجب على الأخ ريشارد التوجه إلى الدير لحضور اجتماعات ويأخذني معه في السيارة. يقوم بتغيير ملابسه خلال فترة وجيزة. سألت الراهب إذا كان لديه شعور مختلف عندما يرتدي زي الراهب، فقال لا. الحذر مطلوب، وإلا فسيجد الإنسان نفسه وقد تلطخ بسرعة في الوحل. أوصلني الأخ ريشارد أمام مكتبة الدير. لربما أجد أحداً يحدثني أكثر عن حياة الدير. هذا هو الأخ برونو، يخوض معركة مع جهاز الكمبيوتر. انتظرت حتى ينتهي، انتظرت طويلاً، والآن يضطر الأخ برونو لمغادرة المكان. معذرة. لا مشكلة، حتى لو كانت هناك مشكلة، فقد فشلت في الوصول للراحة بسبب عدم بقاء وحدي والبحث عن شركاء في الحديث. في المكتبة رأيت رئيس الدير الأب بيدا وهو منهمك في عمله، وسألته لماذا ينهمك الجميع هنا في العمل؟ كل شخص في الدير عليه إنجاز بعض الأشياء وأداء عمله بقدر من الحنكة، فنحن لا نقتات من عائدات ضرائب الكنيسة، وإنما نعتمد على جهد أيدينا وعملنا. وأجمل ما في العمل أن كل شيء تنجزه هو جزء منك شخصيا. بذا نجد طريقنا إلى العالم والحياة
بشرط أن ننجز العمل طبقا لاحتياجات الحياة اليومية في هذا الدير. لقد حضرت إلى هنا خصيصا للابتعاد عن ضروريات ومشاكل الحياة اليومية، ولكن الجميع في الدير يعمل على طريقة صلي وعمل، وهي أساس طريقة القديس بنديكت. في حديقة الدير مسموح للزوار بتقديم المساعدة، وأخيرا وجدت في هذا المكان شيئا يأخذ من وقتي. ماكسيميليان يدرس الرياضيات والفيزياء ويعيش ويعمل هنا منذ 3 أسابيع. سألته إذا كان قد تأثر بالهدوء والسكينة هنا. في كل الأحوال فهي سمة تنعكس على من يلامسها، وهذا القانون صلي وأعمل أثر فيها إلى حد ما. التبديل بين العمل والصلاة والعكس يكسب الحياة في الدير ملامح واضحة. والآن حان وقت التأمل، فناقوس الكنيسة يقرع إذاناً بصلاة ساعة المساء. في الطريق إلى هناك التقيت لحسن الحظ رئيس الدير بيدا، فلم أكن وحدي لأجد طريقي إلى المصلى بسبب المداخل والمخارج والأبواب العديدة هنا. يتجمع الرهبان 6 مرات يومياً هنا للصلاة والغناء معاً، ويسمح أيضاً بتواجد الضيوف. أخيراً بات لدي شعور بالمشاركة في حياة الدير، ولأول مرة أشعر بإحساس روحي يخالجني. في الصالة المجاورة أيضاً يتعلق الأمر بالطقوس الروحانية، ليس فقط بسبب أن الناس هنا يقفون متكئين على الجدار متعبدين، بل أيضاً لأنهم يفعلون وهم صائمون. فهذه المجموعة استأجرت هذه القاعة من الدير من أجل الصوم وممارسة اليوغا. الصوم يلعب دوراً مهماً في الديانة المسيحية، لكن الأمر هنا لا يتعلق بالدين في المقام الأول حسب ما شرحت لي رئيسة المجموعة. بالنسبة لي يجب أن يتسم كل شيء بالاستقلالية، بغض النظر عن كون المرء مؤمناً أو مدرب يوغا أو كاثوليكي أو حتى ملحد. يجب أن يكون الصوم متاحاً لكل شخص، وأنا لا أعرف المؤمن من غير المؤمن داخل مجموعتي، فالأمر يجب أن يكون سياً. لحسن الحظ سمح لي بالمشاركة في اليوغا دون الاضطرار للصوم. تساءلت إن كان هذا النوع من الطقوس الروحانية مرغوباً. في كل الأحوال أجده مقبولاً وسهل الممارسة بالنسبة لي مقارنة بحياة الرهبان. كذلك يمكنني هنا في النهاية الشعور بالسكينة بعض الشيء. بالنسبة للرهبان ينقضي الليل في 4:30 صباحاً، أما بالنسبة للآخرين ففي 6:30. بعدها يبدأ القداس في كنيسة الدير. أمر رائع أن تتواجد خارج الدير في هذا الوقت المبكر تنصت لتغريد الطيور دون أن تكون مضطراً للعمل. بالفعل أتى بعض المؤمنين من القرية إلى الكنيسة في هذا الوقت المبكر، وهذا ما لم أكن أتصوره. مرت سنوات على مشاركتي لآخر مرة في قداس كنسي في برلين، وحينها كانت الكنيسة فارغة مقارنة بما هي عليه هنا في 7 صباحا وفي يوم 3. كل مشاركاتي حتى الآن كانت في قداسات بروتستانتية. روعة الطقوس هنا مؤثرة، وبالرغم من ذلك فما زالت الطقوس الكاثوليكية غريبة بالنسبة لي. بعد انتهاء القداس استمر المؤمنون في أماكنهم يصلون بصوت مرتفع. لم أعرف إن كان يتوجب علي الجلوس أو الوقوف، وأشعر أنني في المكان الخطأ، لذا تسللت إلى الخارج بهدوء. التقيت في الخارج بمجموعة الصائمين مرة أخرى، حيث كانوا يمارسون طقوس التأمل المبكر في الغابة، وبشكل عفوي ذهبت أيضا معهم هذه المرة. أستمد قوة الريح إلى نفسي، مصحوبة بقوة الماء وبقوة الحيوان.
وحب الناس لي. مثل تلك البداية تمنح اليوم جمالاً، وبالفعل فأنا مندهشة من ضآلة ما يحتاجه الناس لينعموا بالسعادة. يومان أو ثلاثة فقط هنا يكسبان ما أحتاجه في أسبوعين أو ثلاثة على الشاطئ في أي مكان آخر. أردت معرفة رأي رئيس الدير في الطقوس التي تمارسها مجموعة الصائمين، ومن المقرر أن ألتقيه اليوم في لقاء عادي بصالون الزائرين. هناك بالطبع أناس ليست لديهم صورة واضحة عن الطقوس الكنسية، لكن الفطرة موجودة ومصاحبة لهم بشكل طبيعي في مكان ما، ولذا فمن يتعايش بصراحة مطلقة وضمير حي مع نفسه سيجد نفسه في مواجهة مع الله حتى أثناء ممارسة الطقوس الصحية تلك. ربما أشعر بوجود الرب أيضاً في لحظة ما، وحسب رئيس الدير علي ألا أستغرب عدم حدوث ذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية. إذا أردت في ممارسة ذلك على نحو صحيح والشعور بهذه الطاقة، فعليك البقاء لفترة أطول حتى يحدث بداخلك في لحظة ما هذا التحول المنتظر. الأيام الثلاثة تلك كانت صعبة بالنسبة لي، فالاعتماد على نفسي بشكل كامل أمر لا يناسبني، لكن ما سأخذه معي خلال العودة هو النظرة للعمل باعتباره منهجاً ومدخلاً إلى العالم الفسيح وليس عبئاً.